أغرب وأخطر عملية هروب من أقوى السجون في العالم. لايك واشتراك في القناة ويلا بنا. قبل بداية الفيديو حبيت أشكركم على التعليقات المحفزة اللي جاتني في آخر فيديو، حقا هي قليلة لكن والله تعني إلي الكثير، وبإذن الله راح أوصل بدعمكم لمستويات عالية إن شاء الله، وحلمنا هو الوصول للمائة ألف مشترك، حلم صعب التحقيق وطريقه طويل لكن والله مع بعض راح نوصل للمستحيل إن شاء الله. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا على الفيديو. سجن الكاتراز اللي بسبب فخامة هذا السجن أطلقت عليه مقولة شهيرة اللي تقول إذا خالفت قانون الدولة راح يأخذوك للسجن، وإذا خالفت قانون السجن راح يأخذوك للكاتراز، واللي يعتبر من أقوى السجون تحصينا في العالم، حتى أن البعض وصفوه بالأكثر تحصينا في التاريخ. When I was a prisoner here, anyone that attempted to escape or wanted to escape, I'd help them all I can. That's the way a good inmate does. He helps another inmate any way he can. Whether you want to go or not, if you can help him, you'll help him. وكيف لا وهو مبني على جزيرة محاطة بالماء من كل الاتجاهات، يعني متخيل سجن مبني في نصف المحيط، ومو بس كده بل أن الجزيرة اللي انبنى عليها السجن محاطة من كل مكان بالأسوار، وفي حدود الجزيرة كمية أبراج مراقبة معبية المكان. وفي عام 1934 تم بناء سجن الكاتراز، يا أخي بس اسمه يخليك ترتعش في مكانك، واللي كان مكانه على جزيرة في خليج سان فرانسيسكو تحديدا في الولايات الأمريكية المتحدة، ويقولوا أنه في 90 حارس مراقبين جزيرة على الأبراج متخيل، وكان عندهم أمر بإطلاق النار على أي سجين شافوه قاعد يهرب من السجن، يعني حرفيا ما في مكان تقدر تهرب منه، وحتى لو قدرت تتخطى كل هذه الرقابة ما راح تقدر توصل لبيتك بسبب المياه الباردة اللي تحط بالجزيرة وأسماك القرش المتوحشة. لهيك أمريكا صممت هذا السجن لتوضع فيه أخطر وأقوى المساجين، يعني أصحاب العصابات والمافيا. وعلى رغم الحراسات الأمنية الموجودة في هذا السجن، ومع ذلك في بعض السجناء اللي نفذوا عمليات هروب في هذا السجن يقولوا أنه تاريخيا صارت 14 عملية هروب من السجن الكاتراز، واللي كلها انتهت إما بالفشل أو بقتلهم بالرصاص، إلا عملية هروب واحدة اللي حنتكلم عليها في هذا الفيديو. فليش تعتبر هذه العملية من أعظم عمليات الهروب في التاريخ؟ السبب الرئيسي يا صاحبي هو الأسطورة اللي كانت تحيط بهذا السجن واللي تكلمنا عليها قبل شوي. فهذا السجن تم افتتاحه سنة 1934، وخلال 28 سنة ما حد قدر يهرب منه إلا في سنة 1962، وبعدها بسنة واحدة بس تم إغلاق السجن في سنة 1963. والسبب الحقيقي في إغلاقه ما كان عملية الهروب، لا بل بسبب التكاليف العالية لإدارة السجن. أما بما يخص السجناء اللي سجنوا في سجن الكاتراز فهم كثار، من بينهم عندك المجرم المشهور الكابنو زعيم العصابات الأمريكية المشهور، وعندك حتى ميشين كام كيلي رجل العصابات المعروف وواحد من أخطر المجرمين في أمريكا، والنصاب فيكسر لاستيك اللي فكر أنه يبيع برج إيفل مرتين. لو تحبوا اكتبوا لي في التعليقات أعمل قصة عن هذا النصاب. فبعد ما تعرفنا على سجن الكاتراز وشدة خطورته، خلونا نتعرف على المساجين اللي خططوا ونفذوا العملية هذه. هاد المساجين كان عددهم أربع، وأولهم كان فرانك موريس واللي دخل السجن بسبب جرائمه الكثيرة وهروبه المتكررة من السجون، واللي يعتبر العقل المدبر والقائد لعملية الهروب، وجون أنجلين وكلارنس أنجلين. وكانوا هادو الاثنين أخوين دخلوا السجن بسبب أنهم كانوا متهمين بسرقة البنوك. أما الرابع فكان إلين ويست واللي دخل السجن بتهمة أنه كان سارق سيارات في مدينة نيويورك. فهاد الأربعة على مدار ستة أشهر كانوا يخططوا ويجهزوا أنفسهم علشان هربوا من السجن، يعني متخيل خلال ست أشهر كانوا بس يجهزوا أنفسهم لعملية الهروب. وفي الأوقات هذه كانوا يسرقوا الملاعق وأشرفة المناشير والشينيور وحاجات حادة ممكن تساعدهم في عملية الهروب، وهذه الحاجات كانوا يسرقوها في الفترات اللي كانوا يخرجوا فيها من السجن. وفعلا بدأوا يحفروا في جدار الزنزانة وكانوا يوسعوا فتحات التهوية بالأدوات اللي كانت معاهم، والعقل المدبر فرانك موريس وباقي المساجين كانوا يعزفون بالآلات الموسيقية اللي معاهم بس عشان يغطوا على صوت عملية الحفر. وكانوا دائما ما يحفروا في الليل، ووقت ما يطلع النهار يغطوا اللي عملوا في الجدار بكرتون بنفس لون الجدار. وفعلا قدروا يحفروا سقف الجدار يخرجهم على نفق خلفي من غير اي حراسة، صفر حراس متخيل. وفي هذا النفق بدأوا يحطوا فيه الحاجات اللي تساعدهم في عملية الهروب. متخيل يا صاحبي انهم كانوا يوميا يعملوا الحركة هذه في الليل، فكانوا وقت ما يروحوا للنفق ويغيبوا عن الزنزانة كانوا يجيبوا رؤوس وهمية ويحطوها على الأسرة اللي كانوا ينامون عليها. متخيل يوميا وهم يعملوا الحركة هذه، والسبب اللي خلاهم يحطوا الرؤوس الوهمية على الأسرة بس عشان الحراس
ليلية ما يشكوا في الموضوع فيقولوا بأنهم نايمين، وأما عن الرؤوس فكانوا يصنعوها من الصابون، وكانوا يأخذوا الشعر اللي كان موجود في صالون الحلاقة اللي كان موجود في السجن وكانوا يلصقونها في الرؤوس. وأخيرا في 11 يونيو عام 1962 اتفقوا على أن عملية الهروب راح تكون في الساعة 10 مساء، وفعلا العقل المدبر فرانك موريس والإخوة جون وكلارنس قدروا يخرجوا من الزنزانة ويدخلوا الأنفاق، أما الرابع إلين ويست ما عرف كيف يشيل فتحة التهوية. وصلوا الثلاثة إلى أنابيب المجاري وخرجوا على مكان خالي تماما من الحراس، ومن الأشياء اللي أخذوها معاهم في النفق قدروا يصنعوا مركب بدائي جدا عشان يقدروا يطلعوا من البحر اللي كان يحيط بالجزيرة. وفعلا نجحت أول عملية هروب من سجن الكاتراز بفضل القائد المغوار فرانك موريس، لكن في صباح اليوم التالي اكتشف الحراس أنه في ثلاثة غير موجودين في زنازينهم، وبعدها حققوا مع المساجين وراحوا عند ألين ويست اللي ما عرف كيف يهرب اعترف لهم بكل حاجة. وفعلا بعد ما بدأوا يعملوا عملية البحث المكثفة عن الثلاثة اللي هربوا ما كانش ليهم أي أثر، تبخروا في المحيط. وبعدها طلع المكتب الفيدرالي وقال بأنهم ماتوا ولا حد فيهم نجا بسبب الجو الخطير والأعاصير القوية، لكن ولا واحد كان مصدقهم وقالوا بأن الحكومة الأمريكية تقول هذا الكلام عشان تغطي على الفضيحة. علشان بعد العملية فورا طلع واحد وقدم بلاغ أن في ثلاث أشخاص طلعوا عليه وسرقوا سيارته. فالسؤال المطروح يا صاحبي، هل الثلاثة عايشين إلى اليوم وهل ماتوا؟ شاركني رأيك في التعليقات. أما بالنسبة لسجن الكاتراز فهو يعتبر معلم سياحي تقدر يا صاحبي تزوره وتشوف الطريق اللي هربوا منه السجناء وتشوف الأدوات اللي استعملوها والرؤوس اللي صنعوها، كلها موجودة في متحف الكاتراز، فما عاد سجن بل صار متحف يزوره السياح. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية قصتنا. أوصيكم بالصلاة والدعاء لإخواننا في غزة وفلسطين. صراحة هذا الفيديو من أكثر الفيديوهات اللي تعبت عليها، يعني الإعداد أخذ وقت طويل، والمشكلة أنه تابعني مونتاج كبير، ومع كل هذا أخاف أنه هذا الفيديو ما يأخذ حقه من الدعم مثل باقي الفيديوهات. فيعني إذا ضغطتوا اللايك ونشرتوا الفيديو في كل مكان عشان تدعموا هذا الجهد كله راح أكون ممتن لكم جدا، وإذا اشتركتم في هذا القناة الصغيرة راح أكون ممتن لكم أكثر. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم. اشترك بالقناة وحط لايك، اشترك بالقناة وحط لايك. الله.